صباح الخير يا نهاوندو، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، طبعا في بدايه الاسبوع. وزي ما انت قلت يا نهاوندو، حاليا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخلينا نبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اوجاستي بوش المدير الفني الاسباني لفريقه لنادي الاهلي. ويمكن طبعا زي ما شفنا الفتره الماضيه او الاسبوع الماضي، طبعا النادي الاهلي كان عنده العديد من المواجهات مع نادي الزمالك في الدور الثمانيه من بطوله الدوري المرتبط لكره السله، ويمكن فاز النادي الاهلي في جميع المباريات في الاربع مباريات سواء لفريق المرتبط او فريق الدرجه الاولى. وطبعا يمكن كمان شفنا فريق النادي الاهلي قدم يعني اداء قوي ومتميز امام نادي الزمالك، طبعا بقياده اكيد مستر اوجاستي بوش وكمان المدرب العام الكابتن احمد الجرحي، اللي طبعا اثبت ان هو مستقبل النادي الاهلي ان شاء الله في التدريب. وواحد طبعا من ابناء النادي الاهلي يعني كان طبعا في قياده الفريق من الكوارتر الثالث والرابع للمباراه الاولى وكمان المباراه الثانيه امام نادي الزمالك، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بفارق 11 نقطه عن نادي الزمالك والتاهل بشكل رسمي للدور النصف النهائي او سيمي فاينل من بطوله الدوري المرتبط لكره السله. يمكن طبعا الفريق اخذ راحه لمده يوم، وامبارح رجع التدريبات الجماعيه، والنهارده ان شاء الله برضو هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي. يمكن النهارده كمان الفريق عنده الاول يا نهاوندو كريم تدريب في صاله الجيم الساعه 1، والتدريب الساعه 2 في صاله المقاولين في مدينه النصر، طبعا تدريب الباسكت لمده ساعتين استعدادا طبعا لمباراه السيمي فاينل ان شاء الله اللي هتكون يوم الثلاث والخميس امام نادي الاتحاد السكندري، ولتقام على صاله استاد الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه. يمكن طبعا يعني جميع المباريات دي هتكون في مدينه الاسكندريه، عشان كده ان شاء الله الفريق بكره كمان هيتمرن على صاله المقاولين، وبعد كده هيكون في تحرك بالكامل للجهاز الفني وجميع اللاعبين لمدينه اسكندريه الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراتين. ويمكن بالنسبه لي طبعا مباراه النادي الاتحاد السكندري الاول الساعه 3 العصر هتكون مباراه فريق المرتبط، والساعه 8 هتكون مباراه بالنسبه لفريق الدرجه الاولى، ويعني نفس المواعيد دي هتكون يوم الثلاث والخميس بالنسبه لفريقه النادي الاهلي. وطبعا النادي الاهلي خلينا نفكر الساده المشاهدين هو محتاج الفوز في ثلاث مباريات من اصل اربع مباريات، سواء يعني مباريتين لفريق المرتبط ومباراه واحده للدرجه الاولى، او مباريتين الدرجه الاولى ومباراه واحده لفريق المرتبط لضمان التاهل بشكل رسمي للدور النهائي من بطوله دوري المرتبط لكره السله. كمان سيدات كره السله وتحت قياده الكابتن طارق خيري، يعني بعد اخر مباراه امام نادي سبورتنج في نهائي من بطوله دوري المرتبط، ويعني مع الاسف خساره النادي الاهلي امام نادي سبورتنج للبطوله، يمكن الفريق اخذ راحه لمده يوم ايضا ويرجع للتدريبات الجماعيه امبارح على صاله الشهداء داخل مقر النادي. ويمكن قبل التدريب كان في اجتماع مع يعني الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مع جميع اللاعبات والجهاز الفني بقياده الكابتن طارق خيري لتحفيزهم ودعمهم طبعا قبل البطوله القادمه ان شاء الله، يمكن في اقل من 8 او اقل من 4 ايام من بعد نهائي دوري المرتبط. هنا هوندو كريم لاعبات كره السله عندهم مباراه قويه مع نادي الجزيره في مباراه السوبر المصري، واللي هتقام بكره ان شاء الله على صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادس 8 اكتوبر. فحرص الكابتن محمود الخطيب امبارح ان هو يجتمع مع اللاعبات قبل التدريب ويحفزهم ويدعمهم طبعا، ويأكد لهم ثقه جمهور النادي الاهلي فيهم ان هم ان شاء الله هيرجعوا لمستواهم يعني اللي احنا متعودين عليه طبعا الطبيعي، ان هم دايما يقدموا اداء قوي ومتميز في جميع المباريات، وحصولهم باذن الله على مباراه السوبر او يعني بطوله السوبر امام نادي الجزيره بكره ان شاء الله على صاله الدكتور حسن مصطفى. كمان لاعبات كره اليد امبارح كان عندهم مباراه قويه جدا مع نادي البنك الاهلي، وفاز فيها النادي الاهلي او لاعبات كره اليد بنتيجه 45-24. يمكن دي كانت اول مباراه في الدور الثاني من بطوله الدوري العمومي لكره اليد سيدات، يمكن دي اول مباراه، وبعد كده ان شاء الله هيكون في توقف دولي بالنسبه لجميع اللاعبات لمده شهر. طبعا يعني خليني اقول لكم انه منتخبنا الوطني استدعى 8 لاعبات من النادي الاهلي، وهم امينه عاطف وامينه هشام، فرح الشاذلي، ليلى هيثم، ورحمه محمد، من الله السيد، رنا راضي، وروان سعيد، 8 لاعبات في صفوف منتخبنا الوطني في التوقف الدولي والمعسكر طبعا لاعداد جميع اللاعبات الفتره القادمه. ويمكن كمان من ضمن المعسكر الاعداد هيكون في مباراتين وديتين لجميع لاعبات في منتخبنا الوطني، اول مباراه ان شاء الله هتكون مع نادي الجزائر، وتاني مباراه مع منتخب الجزائر ومع منتخب الكونغو. وان شاء الله المعسكر ده هيكون لمده شهر وهينتهي ان شاء الله شهر ديسمبر القادم. ويمكن كمان هيكون في استدعاء لمنتخب 2004، ولكن لم يتم التحديد يعني اللاعبات اللي هيتم
استدعائهم لمنتخبنا الوطني. كمان يعني خليني اروح لكره الطايره، ويمكن امبارح يعني رجال او الماسترز كره الطايره امبارح كان عندهم اول مباراه في بطوله الدوري، اول مباراه في الموسم امام نادي المقاولين، وانتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل لا شيء. النهارده ان شاء الله الفريق هيواصل التدريبات بشكل طبيعي، هيكون في تمرين خفيف داخل مقر النادي الساعه 1، ويوم الثلاث ان شاء الله النادي الاهلي هيبقى عنده مواجهه جديده في بطوله الدوري امام نادي بتروجيت، واللي هتقام في تمام الساعه 6 مساء على صاله اتحاد الشرطه. وكمان بكره ان شاء الله فتيات الذهب او فريق كره الطايره بكره ان شاء الله عنده مباراه امام نادي والي، هتكون في تمام الساعه 4 عصرا، وهتقام على صاله الشهداء داخل مقر النادي. النهارده الفريق هيكون عنده تمرين بالليل، ويختم استعداداته طبعا للمباراة بكرة إن شاء الله، واللي هتكون في إطار مواجهات أو إطار منافسات فريق النادي الأهلي في الدوري العام لكرة الطايرة سيدات. كمان امبارح يعني فريق 2006 لكرة الماء تحت قيادة الكابتن عمرو فرج ومحمد أبو سديرة يعني فازوا امبارح على نادي الزمالك بنتيجة 15-6 في منافسات بطولة الجمهورية لكرة الماء، وفي المباراة اللي أقيمت على حمام السباحة داخل مقر النادي. يمكن طبعا دي كانت كل الأخبار المتعلقة بجميع الفرق الرياضية، وكمان إن شاء الله النهاردة كمان بتمنى يا نهاوند وكريم التوفيق لمنتخبنا الوطني المنتخب الأول لكرة القدم في مواجهته النهاردة مع نادي سيراليون طبعا، أو عفوا منتخب سيراليون في تمام الساعة 6 مساء. وطبعا المباراة اللي هتكون من ضمن تصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، يعني بتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. كده طبعا كانت كل أخبارنا النهاردة، بشكركم جدا، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. طبعا الكلمة ليك يا نهاوند، تفضلي. أنا كالعادة هشكرك على التغطية الرائعة جدا منك يا سالة.